اخباركم ايه؟ نخش في الموضوع على طول. البسين وصل، هتقولوا لي هتحطوا فين ده البسين؟ اقول لكم الله اعلم، بس بنظبط له البلاصه يعني. فهنفتحه مع بعض بقى. تمام، البسين ده وانتوا جبتوه منين؟ إيه؟ لقينا واحد الموقع ما عرف واحد شي بيع في التوبيضة، من على النت والله، شرنا من الانترنت وجالنا عن طريق الامانة، صح كده؟ بس فا احنا هنشوفه مع بعضينا دلوقتي، شوف شكله ايه، هو قد ايه، راهو فيه المتر شحال، يمكن فيه مساحة. دور راه مكتوب شحال، نخلي الورقة دي. ده البسين؟ فين البساط؟ واحد تلقى لي البلاصه، احنا ما جبناهش كبير على ود المساحه، ما عندناش ودرناه غير ساميه. طبعا خطوات عشان يتملي يعني. درنا هو المتر شحال فيه؟ 2 متر 2 متر 13 على 2 متر 6 2 متر و13 على 2 متر 60 والبروفوندور 69 69 69 تي 6 الناس 6 اشخاص ها مكتوب كان عامل كام ده؟ 500 درهم. احنا جبناها صغير على ود المساحه وشريناها غير سامي زعما عشان الواد الصغير يعني. احنا بنشوفه كده وقلنا نفتحه معاكم، وطبعا هنمشي خطوه بخطوه معاكم عشان اللي حابب يعمل الفكره يعني، بما ان احنا هنصيف في السطح ان شاء الله. والله العظيم يا رب. بس عوامة بس كبيرة، عادي العوامة الطوق اللي بيتلبس ده الكرومي. عشان ايه؟ شوفوا معانا قبل ما يتلفخ. يعني كبير والله. ماشي كبير كبير يعني ولكن لحد ما يعني لما يتلفخ هيبان. فاحنا خطوة بخطوة كده نرجع لكم. وبدأ العد التنازلي، وطبعا احنا نفخنا ده دي بده، طبعا خد وقت، لو نفخنا بيه البسين ممكن يتنفخ على السنة الجاية ان شاء الله، الصيف الجاي ان شاء الله. فاحنا هننفخ البسين بقى بمفاخ تاني، معرفش انتوا تقولوا عليه ايه. بومبا. البومبا تقولوا عليها بومبا؟ هنقول عليها منفاخ. منفخ جاية من كلمة نفخ. نفخ اوكي اللي كيعيط لي النفخ. المهم يتنفخ وخلاص يا حاج. صح البومبا هي العملة الصعبة ديال البومبا. بس خلاص زي الفل. ماشي هنرجع لكم تاني. جبنا البومبا الثانية وربنا يعاون بقى. ربنا يستر. هنفضل كده لغايه طبعا. بص عايز اقول لكم على حاجة يعني، طبعا نشكر الأستاذة أسماء بيكاسو على الديزاين اللي هو هي اتحفتنا بيه يعني. وكمان في ديزاين هنا بس هنجيبه لما نخلص خالص. تمام، فاحنا هنقعد ننفخ دلوقتي. المزرعه السعيده. المزرعه السعيده فلسه في شويه تظبيطات بتحصل، فعشان بس سامي يلعب، بس عشان صدعنا خليه يلعب، بعد كده نفرجكم على الحاجات دي كلها في الاخر. نرجع لكم تاني. وطبعا زي ما انتم شايفين نفخنا البسين وفي مرحلة ان احنا بنحط المايه دلوقتي. مرحبا بيكم في اي وقت يعني، محتاجين عزومة والله، زوج محتاجين عزومة هما. هو الحمد لله منين فوجنا على البيبي ديالنا وعلى النتات ديالنا، حتى احنا فوجنا عليهم حتى هما. راه كل واحد ليه يوم، ناقصهم الميه وناقصهم كل شيء. كل واحد ليه يوم. لا هما ليهم شي، الا فرحوا هما فرحنا كاملين. بس ما كانش هذا، ماشي بيسين مختلط، هذا غير للنساء فقط. النساء فقط والاطفال. ليديز فيرست. ليديز فيرست. وسامي، سامي هو اكبر المستفيد. سير سير. احمد جاب حبيبي. لا سامي هو اللي هيخش مش احنا. ديالو هو. الحمد لله نعمل انت بقى زوز. وسخنا على هذا. الصيف هيخلص يا زوز. الصيف هيخلص. لا لا ان شاء الله البدايه ديالو احنا بدينا فيه. احنا بدينا فيه مع الزوز. ونتمنى كاع الاسر يديروا بحال هكا. باش يحيدوا الملل وحيدوا
يحيدوا هادشي اللي كاين فيه. يا رب والله. ايوا لان بقى شويه مطوله هذا. ربنا يرفع البلاء بقى زوج. هذا ربنا يرفع البلاء. باقي يومين عليه يعمر. لا 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 10 دقائق. بزاف زعما ياخذ وقت باش. لا 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 10 دقائق. انا كنت ديرها هنا ديريكت غادي ولازم يبقى معاه شويه الصبر. تنتا نقص الميه، نقص لك الميه. ميه في ايه؟ ننزل يعني؟ ننزل يا زوز. انا جايب جوز بوكسرين اولع بيهم الدنيا، هقفل عليا الباب ومحدش هيشوف. نعم. شمش معاهم. جايب جوج بوكسرات من دايس. مولاكش. شوف غادي نهرسوا هذا الروتين غندكتكوه صافي اللي شوف اللي يطلع عليه الدم ويطلق عليه راسه يهبط يغطس بالماء هو ما عندناش لا شوف الماء هو اللي غادي يبرد كل شيء طبعا صافي ويحيد الانسان ويستحق قلبه شويه ويستحق تفتكر ان البسين ده غريق يا زوز غريق لا لا ما غاديش سيدي مش غريق لا ماشي على غالي قالك واش كي غريق واش راح لي راه ما فهمتش غريق يعني غريق لا فيه 67 سنتيم العلو لا انا بهرج يا كم بعد ندير لهم صوره هاكم بابا هاكم مازال الحمد لله باقي الوقت وعايز بابا يحرق انا خايف لا يكون لا يطلع يجري فوق لا كل حليناه مباشرة بلاتي أحمد أحمد لا تبي تأكل تعرفوش حليه حليه هذا حلي ده حلي ده وسيلة عشان ما بيديله دفعة لا حلي هذا اكتبه من ده خراني هذا شمك أيوه حيش حيش طب انا انت كذوب كده يا بركة الله انا كنديرو غير الكومبري انا كنديرو كده حاج صافي يا اخي دابا يعمر على خاطره بس قولوا لي ايه رايكم في الديزاين بتاع اسماء اسماء بيكاسو هنسميها اسماء بيكاسو لسه برضو زي ما قلت لكم قبل كده في هنا رسمه وعره بس لما انا اقفل الفيديو ان شاء الله هتظهر شوف انا التجديد اللي حصل في السطح واحد القضيه هذا المركز والاستياف والديكورات وهادشي كله من صنع ايدينا احنا الاناميك ديالنا كلها ديال عائله عبد العزيز كريم طب كلها هي اللي مصايبه حطت البصمه وكل شيء خدام وكل شيء وانا فرحان دابا ملي كتشوف هادشي خدام كتفرح وزوز قاعد جاهز بالمايو وانا بغيت كل بيت فيه هاد الاوراش وفيه هادشي يديروا بحالنا ينقلوا حتى هما ويصايبوا يا ريت والله الفكره مش صعبه يعني يا جماعه وغادي يرتاحوا هما غادي يرتاحوا طبعا باب التغيير بس شوفوا يهرسوا الروتين كما قلنا احنا الروتين غادي يتهرس ونشغل واحد نجيب كاسيت سماعات نشغل حاجات هاديه ننزل بالشمسيه يابا وهنا غادي باربيكيو ايه باربيكيو باربيكيو وفي دوره مشوي وهتلاقي بتاع فريسكا معدي استنى عارفين الفريسكا ايه؟ لا هاتي كله او الترمس ترمس نجيب شويه ترمس كده نبيعه طبق الترمس هتاكلوه في الترمينيز ديال انا هخلصه فيه انا هجيب لكم الطبق بخمس دراهم اللي هياخد طبق يجيب خمس دراهم وريهم ده الترمس انا ما عمريش اول مره ميمه عاش يا ميمه بالصحه يا ميمه حبيبتي والله احنا ممكن نزود المايه كان واحده برضه لقيناها قلنا انا مفخطه برضه يعني عصب ده يا زوز عصب لا لا ماشي عصب راه العصب هو اللي جالس انت جالس وانا جالس نشوف فيا ونشوف فيك سالات لا وقتك بعدا كدير حركه كنجيبو كذا حتى عينينا كيتحركوا وعينا بدلات عينا بدلات وعينا بهذيك اقل حاجه نديرو شي حاجه ما هانتوما دابا تحركتو هانتوما جبتو لا فيسين هنا هانتوما جبتو كل شيء فرحنا البيبي ديالنا
سير بيبينا دابا حنا البطل هو سامي. سير تبارك الله. سير ما عندي ما سير. تا غير قالت غير تاكل الكلاس. عاقلين الفلاح هادي يا زوز. دي عاقلين الفلاح. بابا هذاك اللي كيبغي يخدم في الارض مسكين هز العتله ولا هز الفاس. الثاني عشان ما حد ياخذ الثاني. احنا ما كنديروا والو والله الا ما كنديروا والو. احنا هما الزائدون في الارض. ايوا شتي هذا دابا شتي هذا طبعا اللي هي في ناس تقول لي عطيفه او ما اعرفش شمواك. فطبعا دي ليها حاجه من تحت بتصفي المايه اللي بتشرب. طبعا لما البسين يتملي. هو غادي يا عمر تعال هو قرب. بس كده شويه كده نرجع لكم. احنا الله يعطيك الصحه. بصوا يعني هو الموضوع مغري بصراحه مغري. فانا عن نفسي هقفل الفيديو معاكم ما تزعلوش مني يعني انا هسيبكم وانزل لوحدي وكده. وطبعا بالصحه لجميع الناس الفكره دي زوينه جربوها. ودي الرسمه اللي انا كنت بقول لكم عليها رسمه البيكاسو اسماء كده. قولوا لنا برده ايه رايكم في الكومنتات على الاشكال اللي عملناها الجديده دي. روح بقى نفس بقى. السلام عليكم.